مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم ناس كتير، والحقيقة في كتير كمان بيحذروا دايما من ان الواحد لازم ياخد باله اخبار حياته ايه، حياته من ناحية الابراج، من ناحية الحظوظ، من ناحية كل ده. اكيد احنا بنبقى عايزين نعرف في اخر السنة عشان التنبؤات او قراءة الفلك للسنة اللي جاية، لكن احنا بادئينها المرة دي من بدري شوية، عايزين نشوف السنة دي 22 حصل فيها ايه، واللي فاضل منها لسه اهو شهر وشوية اخبارهم ايه، وكمان نعمل سبوت لايت كده ونشوف الفلك بيقول لنا ايه عن العام الجديد. معانا النهاردة ومنورنا كالمعتاد خبير الابراج محمد فرعون، هيقول لنا ايه توافقات الابراج كمان بعضها البعض في السنة الجديدة. برحب بيك فرعون بيك. ودايما بتفائل بوجودك. انا بتفائل بحضرتك، ربنا يخليك، تبقى سنة حلوة علينا يا رب. يا رب انت اللي هتقول لنا بقى باذن الله. لان ربنا سبحانه وتعالى خالق الفلك وخالق النجوم وخالق نظام لا يصيبه الخطا ابدا ابدا. صراحه بحيي حضرتك على الكلام الجميل ده، لان فعلا زي بناديل الساعه العقرب بتاع الساعات التروس ما بتخرجش عن المسار ابدا سبحانه. وعشان كده الفلك بيدور، لا عمرنا هنلاقي الارض بتدور حوالين الارض، الشمس بتدور حوالين الارض، ولا لا طبعا، كله شغال بنظام دقيق جدا، وبيعكس علينا بعض الاشياء اللي ممكن نلاقيها متشابهه في السنين اللي هي لو احنا ركزنا بقى كناس بتوع فلك وكده على الدوائر الفلكيه للاصول بنشتغل بيها، ان هتلاقي اكيد في اجتماعات، المشكله كلها في اجتماعات الكواكب. في كواكب كلها نحس وقويه وعافيه مجتمعه في السنه ديت، تبقى نقول ربنا ينجينا. لو في توازن، لو سيطرت على السنه. بنبص، ايه اللي هيسيطر؟ بنبص بقى للسنه ازاي؟ بنبص للارقام اللي هتبقى موجوده في السنه والكواكب اللي موجوده. لو جينا للسنه الجديده هنلاقي يعني السنه دي اللي احنا فيها 2022، تخيلي كان البادية بيوم السبت اللي هو يوم زحل، بس لكن ما هوش الاساسي. ايوه بالظبط، عدت، كان في توازن عشان كوكب المشترك كان موجود، وده مزاجه ان هو سعد السعود. طيب السنه الجديده بقى باديه بيوم حد 2023، ودي حاجه جميله وحاجه حلوه خالص، اللي هي 2023 هتبقى اللي هم الشمس اللي هي المناره بتاعت الكون كله طبعا، واعظم احنا بنرمز له بكوكب لكن هو نجم في الاساس طبعًا. يعني فده هيدي، والسنه بتاعه اللي جايه هي سنه برج الجدي الترابي اللي بيسيطر عليه كوكب زحل، اللي هو هيعمل عمايله واللي هو حاكم بامره وصارم جدا في قوانينه. طب انا هستأذنك هقطعك، ناخد مريم وهنكمل طبعا الحديث. يا مريم مساء الفل. مساء النور، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. عايز تسألي عن ايه؟ هو انا تاريخ ميلادي 28/11. ايوه، كل سنه وانت طيبه. ميرسي، وحضرتك طيبه. اوكي، عايز تسأل على القوس. هي السنه دي كانت عامله معاه ايه؟ ده القوس كانت سنته. ها؟ السنة دي كانت عاملة معاكي ايه يا مريم؟ لا كانت كويسة صراحة، وكانت أحلى من كل السنين اللي فاتت فعلا. برج القوس. بس مش كل القوس مش اللي عرفتهم. أيوة. يعني كان على حسب أنت بتتقبل المعكوس عليك من حظوظ وتقدر تحوله لأشياء كويس تسعدك وتخليك راضي وسعيد، ولا أنت عندك مشاكل تانية حسد وما غيره برضه، دي بتعقلك طبعا. احنا مش هنرد لسه على مريم، انا بشكرها ونرد على عزت، ناخد برضه تاريخه ونقول في الاخر. اتفضل يا استاذ عزت، مساء الخير. مساء النور يا فندم. مرام دينا زحري فندم. الحمد لله، اتفضل. تاريخ الميلاد 23/7/1983.23 زوجتك؟ 7 او زوجتي 20/8/1984.
84. أشكرك يا أستاذ عزت، عايز توافق طبعا باين كده. طيب نرد الأول على مريم 28/11، قلت إن برج القوس كان كويس العشرة الأولى. طبعا ده اللي هو إيه اللي كان هو اللي خلى الدنيا فيها توازن السنة دي 2022. صدقيني مش بالعنف اللي كنا فيه في قبل كده. لا السنة دي كان ده اللي قبل كده كنا المريخ. يعني كانت طب مريم يعني بإذن الله 23 عليها عاملة ازاي؟ توقع 23 هتاخد فترة هدوء بقى وإيه وتشم نفسها شوية كده، تاخد خطوة لورا وبلاش مغامرة لورا ولا مجازفة. أيوة طبعا لازم ما تخططش يعني تخطط كبيرة. يعني إيه بلاش تسرع وبلاش مغامرة ومجازفة. كان عندها السنة دي مغامرة ومجازفة كانت في صالحها، لكن السنة الجاية لا نخلي بالنا شوية. طيب حتى الشهر اللي باقي عايز ولا تفضلي هون؟ لا يا ريت الشهر اللي باقي اتفضل. الشهر اللي باقي الحظوظ هتبقى قوية. فأنا أبراج بقى عندنا أربع أبراج حظوظهم في شهر 12 هيكونوا ممتازين جدا إن شاء الله. رقم واحد برج الحمل، رقم اتنين برج الميزان، رقم ثلاثة برج القوس اللي هو برجها، رقم أربعة برج الحوت. الحوت أربع أبراج، حمل، ميزان، قوس، حوت. الشهر ده اللي جاي يعني اللي هو آخر شهور السنة ممتازة. ودايما أنا بخاف من آخر السنة في الكون عموما. هيحصل أحداث في الآخر آخر السنة وبداية السنة الجديدة. ممكن يحصل لأن خروج الشمس من المشترى وتوافقها معاه هيعمل شويه ربكه وشويه مشاكل، واجتماعها بزحل بقى هيعمل هنا ربكه شديده في الفتره دي. طيب هناخد محمود وبعدين هنجاوب عليك يا عزت، احنا مش ناسينك والله يا استاذ محمود. مساء النور، ازيك؟ الحمد لله تمام. اتفضل. انا بس على حضرتك وعلى استاذ، ممكن اسال على برجي؟ طبعا اتفضل. انا 1/8/90. 1/8/90 ما يهمش السنة. حاضر، مش مشكلة السنة. أشكرك أشكرك. مين؟ أحمد؟ للأسف. يا أحمد مساء الخير يا أحمد. مساء الخير يا فندم. اتفضل يا أستاذ. أنا ممكن أتكلم معاك في حكاية الإبراج بس. الإيه؟ إبراج الأبراج. قول طيب تاريخ ميلادك. مواليد 99 شهر 12 يا فندم. كام 12؟ كام 12؟ 2/12. 2/12. أشكرك يا أستاذ أحمد. حاضر. طيب هرجع لأستاذ عزت. 23/7 2 أسود و20/8 بالظبط. الاثنين أسود، العشرة الأولى والعشرة الثالثة، ولكن هم متفقين. البرجين متفقين جدا، أسد مع أسد. أوكي متفقين، ولكن لو نزلوا على أرض الواقع بيبقى في عصبية جديدة وعند لأن برج الأسد عايز بيسمع صوت نفسه. أيوه فبالتالي نخلي بالنا وننتبه للحته ديت. لازم الواحد يرجع لورا شويه، مش لازم نترس مع بعض في المشاكل وفي الجدال ونوع في مشاكل. طيب يعني محمود بكم؟ 1/8/90 مش مشكله السنه. الاسد الاسد السنه الجديده كمان. بنقول له ان سنه عظيمه عندك، والسنه اللي احنا فيها 2022 سنه كانت ممتازه عند الاسود. عاليه جدا، كان فيها خير كبير ليهم، والسنه الجديده فيها خير كبير جدا ليهم. بيتفق يعني لو مع برج الاسد عنده تغييرات كبيره للافضل في الشغل، يعني يبقى فيها حظوظ كبيره في جمع اموال، في مكاسب ماليه. في تغييرات كبيره، مثلا يغير مكان عمله، يغير شقته، يغير عفش بيته، يغير ان شاء الله حتى لبسه، في تغيير. طب حلو. احمد 2/12 القوس السنه ممتازه عندهم. ده سنتهم اللي بتتكرر كل 12 سنه اللي هي اللي احنا فيه. لكن والسنه الجايه يهدى شويه. يهدى. لو حد كان القوس السنه اللي فاتت او الابراج اللي احنا قلنا عليها فيها حظوظ كبيره، اكيد عنده عراقيل تانية، يمكن من فكره، يمكن من بطئه في اخذ قراراته، يمكن من نومه، وكل الحاجات دي بتاثر طبعا طبعا لان القرار مهم. عزيمه الانسان برضه ونيته ده ال 75% الاول. الله يفتح عليك. 75%. لكن تقول لي الحظوظ حلوه وانا قاعد ونايم؟ لا مش هتيجي. لا طبعا لا طبعا. معلش، الولد 16/6 تمام، والبنت 7/10. اوكي، والبنت 7/10. حلو. البنت الميزان والواد الجوزاء، الاثنين متفقين من ابناء عنصر واحد اللي هو العنصر الهوائي.
وبالتالي هم رغم انهم متقلبين جدا، بس عايز اقول للبنت تحتوي الولد، تحتوي الجوزاء، لان الجوزاء متقلب شويه وبحب الحريه جامد جدا، والميزان بتطالب بالحريه. ايوه، ولكن ما بتديهاش للشريك. هتبقى خانقه، بقول لها لا بلاش تقنقي يعني لو هي اللي بتكلمنا يعني. لكن التوافق ما بينهم كبير جدا. طيب احنا معانا عمرو. يا عمرو مساء الخير. مساء الخير، ازيك؟ اتفضل. ازيك يا استاذه دينا؟ الحمد لله، اتفضل. بمسي على استاذ فرعون كتير. اتفضل. اهلا بيك. لو سمحت البرج بتاعي، انا مواليد 7/11، برج العقرب. برج العقرب 7/11، اوكي. عايز تسال على حاجه معينه؟ يعني قول لي الدنيا ماشيه معايا ازاي. ماشي، حاضر، ان شاء الله خير. 7/11 عمرو. العشرات الثانيه من برج العقرب المائي، اللي هو يبان قاسي لكن هو طيب القلب فعلا وحنين جدا مع اسرته، وكان عنده سنه عظيمه السنه دي وماشي لسه الحظوظ ما شاء الله. ولكن يمكن العقارب شويه بيبقوا متشائمين، عندهم حته التشاؤم، ولكن بالعكس الخير لسه متواصل والحظ في ظهرك وبساعدك في شغلك، في صحتك، في معاك وجنبك وبيساعدك، يعني هتلاقي الحظ مساندك في 2023 جامد جدا. لا بقى كل الابراج دلوقتي فرعون بتقول لنا ان الحظ هيبقى مساعدك، امال ليه حسستني ان 2023؟ انا قلت في، بص يا استاذ، 23 في 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 فرق بين علينا كبشر وكابراج، وفي فرق على الكون. هيحصل في ايه؟ توقعات الايه الجامده. طب في حاجه قوية على التوقعات العامة للعالم كله؟ يعني احنا شايفين حروب، شايفين حاجات، هلاقي هتلاقي الحرب مثلا بتاعت روسيا واوكرانيا، والعلم عند ربنا سبحانه. بس يعني اقصد، لا انا بتوقع الباور بتاعها ممتد، قوتها لسه هتفضل زي ما هي. لكن لا، ممكن في نهاية العام او في النص الثاني من السنة تنتهي الحرب الاوكرانية، ولا مش تنتهي تماما، اثارها يعني بيبقى موجود. موجود، ولكن ان شاء الله ده يحصل. ناحية تانية بقى هنلاقي كمية زلازل وبراكين مش عندنا طبعا، وفيضانات كبيرة جدا في العام الجديد، غضب طبيعة. وافتكروا الكلام، انا دايما بقول حاجة حتى قبلها بسنتين ثلاثة تبدأ تلاقيها عمالة تيجي. فأنا شايف كده هيبقى فيه هزات أرضية مفتعلة كبيرة جدا. مفتعلة؟ مفتعلة. والتوقع الغريب أو اللي صادفني وشفته العلم عند الله سبحانه. بس هيحصل في السنتين 23 24. وافتكر كلام زي ما تنبأت قبل كده بالكورونا، لا فيها حاجة بتتحضر كده يعني. ربنا يسترها علينا، ربنا يسترها علينا يا رب، ولكن هتحصد كتير من البشر. ربنا يستر يا رب. طيب اخر حاجة، الراجل 7/7 والبنوتة 25/2. انا ما بحبش اقول الاخبار السابسة. لا معلومة، لا احنا لازم عشان لازم هي. الحوت والسرطان الاثنين طبيعة واحدة. طيب. وطبيعة مائية. السرطان هو أفضل شريك للجدي. على فكرة كل حاجة هتلاقيها ليه هو هيبقى سعيد في 2023؟ قلنا الكبير بتاع السنة هو برج الجدي. أوكي. الكوكب هو زحل. وزحل بيمسك الدل وبيمسك الجدي، وبالتالي هدي الدلو. هدي جامد جدا. جامد يا رب. طبعاً. يا رب. وهيدي. والسرطان هو أفضل شريك لمين؟ للجدي، وبالتالي هديله كمية حظوظ طاقة إيجابية جامدة جدا. حلوة، طاقة إيجابية. محمد فرعون بشكرك شكرا جزيلا، بتنورنا، بنتفائل بيه حتى لما بيقول لنا على زحل ان هو مسيطر، لكن برضو والله يعني بنتفائل بيه ودايما بيقول لنا حاجات جميله. بشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب، ويكون لنا لقاء باذن الله في السنه الجديده ان شاء الله باذن الله. احيانا ربنا. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا لليوم، خليكم معنا.